انا كنت محبوس ومن بعد وين داوني كي داوني من ماشي هنا خرجوا من هنا طم هنا. العسكر هذاك ولا انقضوا راينا سركنا جا واحد اللي يطير علينا ونسوني نتاهم حكمني منا ما كانش كان بلاصه هذه. قال لي شوف نقول قال لي قلت لك تكوكت عندكم تكوكت هو لا كولاص حكمني منا هو يدير هك الكابسونه تكلم والمره ما تكلم ثلاث مرات حتى الرابعه تحت هنا وخرجت من هنا. عندهم العسكر فالا بلا واحد يخدم بالفالا هذيك واحد ينحترم حتى داروا المقبره. كي داروا المقبره هذيك كركني لهني في المقبره هذيك الرجل هذا لو كان يتكلم ضربها كذا في الكاف نتاع المقبره لا خلى لا مقام كسي بيقتلوا الطوب هذاك الاكسجين يمشي شويه لاباس. من بعد كي غموني طول الاكسجين انقطع انقطع ضريت ياسر قلت يا خلي النوض يزيدوا لي كعبه نتنى وخلاص هذاك نتكي عليه بشويه بشويه نحترب حتى ندخل لي الهواء يدخلني الهواء بقيت هكذاك في المقبره ما نوضش طبلت الله اعلم ما نقول ياسر لا قليل هزيت راسي هكذا هم العسكر ما كان العسكر كيت ما كان سبع حتى واحد رحت واحد من فاميلي واحد من عمي وفاميلي هكذا في البرش ماليه طبطبت عليه الباب ما حبش يحلني كترت عليه قلت له فلان سي عبد الله الله يرحمه قال لي انا ما تكلمش قلت له سي عبد الله قلت له انا فلان وراني وحدي على هو على بالهم بالحبس قلت لهم راني وحدي ومكان هنا لا العسكر ولا القمجة داروا النار في الليل حولي الدم هذاك وكبونا بالزيت وحكمني من هنا بالمحل وقفت حتى الصباح الصباح وليت هبط هبط عشان كون لبست الحافل تاع نتا باش على خاطرش ما تكشفش.